السياسة. في العادة تكون التغييرات السياسية الكبرى وحتى الانقلابات واضحة ومعلنة وما تخليش الأوضاع غامضة وقابلة للتأويلات والاختلافات، ولكن هل هذا جديد علينا في تونس؟ طبعا لا، فنحن أمام رئيس غامض وأحزاب غامضة غامضة لا أكثر من هذا. هي أحزاب تعمل في السر أكثر من العلن، وغرف بعضها المظلمة لم توضع بعد تحت الأضواء الكاشفة. غموض ما حدث في 25 جويلية وخاصة في 22 سبتمبر وعدم تسميتها بمسمياتها يجعلنا شدينا في وسط الثنية، جينا في وسط الثنية وقفنا. والأصعب بالنسبة لمن ما زال يحتفظ ببعض العقل والمنطق هو توصيف ما يحدث دون أن يحسب على جهة من المتخاصمين، كما قال الصحبي بن فرج. مش لأنه في التموقع الآن في أنك مثلا بتمارس الضغط على الرئيس أو تمارس الضغط على ما يقع، رأوا أنك بتصطدم بتواجد القوام تم قبل 24 جويلية، رأوا مشكلة، رأوا مصيبة أوتوماتيك مو إذا كان باش تعارض الرئيس تلقى روحك مساند النهضة. يعني كان اعتبرنا مسار انقلاب على المنظومة الحاكمة الفاشلة وعلى ديمقراطية عاقر. الديمقراطية اللي كنا نبنيو فيها ما هي كانش باش توصلنا إلى نتيجة باهية. فشل وخيبة جعل التوانسة لا تهمهم هذه الديمقراطية أصلا. وصلنا للمرحلة اللي التوانسة قالوا يا خويا ما عادش حاجتنا بالديمقراطية. أو اعتبرنا ما حدث انقلاب على برنامج فاشل، إن لم نقل كما قال البعض فاسد، لم يقدم شيئا للبلاد، بل اعتبره الرئيس خطرا جاثما واقعا وليس داهما فقط. ولو تبنينا هذا الرئيس سنصبح من الأنصار. سيحققه إن شاء الله ما يريد. وإن قلنا العكس، أي أن ما حدث انقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية، وأن الرئيس لم يعلن هذا صراحة كما قالت سامية عبو. لو لم تكن له الشجاعة أي سعيد، لم تكن له الشجاعة باش يقول أنا عملت انقلاب، أنا دعيت باش قلت كون شجاع برا حل البرلمان وبرا غير الدستور وقول أنا عامل انقلاب وقت أحترمك. ولو اعتبرنا ما حدث هي لحظة تاريخية لشعب تحولت إلى لحظة شخصية اقتنصها قيس سعيد لتحقيق طموحه الشخصي، كما قال محمد عبو. فرحنا الناس كل 25، راك في تونس ما تفرحش برشا، راك تعرف طبقة سياسية كما قلت خارج من المجتمع. فالسيد رئيس الجمهورية قرر وهو النزيه كون ما يكونش نزيه برشا ويخمم في طموحه الشخصي، يحب يكون رئيس جمهورية بصلاحية واسعة. وقتها سنتحول إلى الجهة أو الجبهة المقابلة، أي جبهة الشعب يريد ما لا تريد. الشعب يريد سنتحول من بعض المخمورين إلى شكرا لكل مخمور لنبيذ الحرية. وفي الحالتين نحن سكارى، إلى إشعار آخر تتقاذفنا المواقف والتصريحات والتوصيفات القانونية والدستورية. لذا وكيف ما قال سي فوزي عبد الرحمن، نحبش نبدأ نعمل قراءة دستورية قانونية للموضوع، ونقول لمن يريد العودة إلى 24 جويلية موقف غلط، ونقول أيضا لمن يريد الانفراد والتفرد بالسلطة موقف غلط، وخلي يقولوا هالو إن شاء الله يسمعنا. وبعيد على هذا وبعيد على التوصيفات هذه الكل، هل نحن في انقلاب حد من الحقوق والحريات؟ ربح الخرايفي قال لي بالطبيعة زيد باش نسمعوه. هل انه حجم المظاهره ولا الوقفه متاع البارح تنجم تاثر على قرارات الرئيس؟ تي لا، حكايه فارغه، قال محمود البارودي. عدد المتظاهرين لا يتجاوز 3000 شخص في شارع الحبيب بورقيبه. اريد ان اقول انه بعض الانديه التونسيه خلال حصه تدريباتها تحضر فيها 5000 او 10000 متفرج. ايه ما هو بالرسمي الناس ظهرت بكل حريه وحد ما ضربهم ولا مسهم، حقه كان فما تعليمات باش يتضربوا ويتفرقوا، وهكاك تتقطع شعره معاويه مع الدستور والحريات إلى صورة اللي صار في الداخل والخارج. يكفي فقط أنهم يتظاهروا وبعد في إطار ديمقراطية يقول عليهم الرئيس لما أعطي أرض مسرحية أخرجها فاشل وهم من أسوأ الممثلين وسعوا الخمور في الخارج لم يأتي إليهم إلا بعض المخمورين مثلهم. المهم في الاخر عندنا سؤال برك جواني، احنا قبل 25 جويليا كنا على حافه الهافه وماناش نقعدوا في بلاصتنا، لازم نعملوا خطوه، كان قدمنا نطيحوا فيها هذيك الهافه وكان وخرنا نرجع للمستنقع. هي شنو عملنا من السورتي دو بيست نتاعنا تخرج الكهرباء تحطها في الاطور هكا باهي، اما اذا كان تخرج من الكهرباء ونوحلوا احنا في حاشاكم في مستنقع نوليو فشلنا وفشل قيس سعيد وفشل الديمقراطيه التونسيه.